عزيزي المشاهد المواطن العظيم، تختار ايه؟ نجيب شوية بضاعة مستوردة ولا نبني البلد؟ خليني هنا اروح لدكتور نعيم مصلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق. اهلا بسيادتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ يوسف. اهلا بحضرتك يا فندم. فخامة الرئيس اتكلم على رقم محدد متعلق بالمشروعات المتعلقة بالري في هذه المنطقة، وهذا المشروع الزراعي الضخم ما بين مستقبل مصر وإجمالي المشروع على وهو الدلتا الجديدة، والرئيس ذكر 190 مليار. أيضا الرئيس في خضم الحديث اتكلم على الرشادة في استخدام المياه. ماذا لو لم نقم بمثل هذه المشروعات يا دكتور؟ طبعا خلينا احيي حضرتك على المقدمه اللي حضرتك. العفو يا فندم، ده شرف ليا يا فندم. الله يخليك. و يعني احنا دايما بنقول ما كان في استصلاح اراضي مثلا صحراويه زمان قوي، بس كانت معدلات بطيئه وكانت بتتوقف بتتعصر، وكلنا سمعنا عن تعصر المشروعات اللي هي استصلاح الاراضي. في اللي اتعمل ده خلال الخمس سنين او السبع سنين اللي فاتوا ده في هذا المجال في قطاع الزراعه، يعني نقول بيساوي مثلا 100 سنه فاتت الى هذا الحد. الى هذا الحد يا دكتور، احنا بتوع زراعه يا فندم ويعني معصرين، انا عمري 64 سنه. ربنا يدي حضرتك الصح، شباب الله يخليك. فاحنا يعني شاهدين على مراحل كثيره من هذا الموضوع. لما نتكلم مثلا على ليه الدولة بتصرف الفلوس الكتيرة دي قوي قوي على استصلاح الأراضي في الصحراء وفي مناطق بعيدة والكلام ده كله، ما نتكلمش على مشروع مستقبل مصر، ده بكورة لمشروع الدلتا الجديدة اللي هو 2.2 مليون فدان، في بقى مشروع توشكا، مشروع العوينات، مشروعات في سينا، مشروعات في الوادي الجديد، مشروعات في محاور صعيد النيل اللي اتعملت جديده، مشروعات ضخمه يعني. والرئيس دايما ما بيتكلمش على مشروع الا لما يتم افتتاحه. صح. يعني وكلنا متنبه علينا كده، يعني كل الوزارات وكل الجهات الحكوميه بتشتغل في صمت وعمل دؤوب وبشكل متكامل ومنسق غير قبل كده. ليه؟ علشان في اراده قويه، في دفع بكل الجهود من الدولة، في توفير كل الإمكانيات رغم التحديات اللي بنعانيها ورغم اللي حضرتك قلته، يعني كنا نروح نجيب شوية حاجات مستوردة والكلام ده كله والناس تتبسط، بس الإمتى؟ أنا عندنا فن التناقص في الأراضي الدلتا وأراضي الوادي القديمة. أراضي الزراعة الخصبة اللي بتنتج بتتناقص، ليه؟ في تعديات وفي يعني حاجات كتيرة جدا بقالها سنين، فالنقص ده مين هيعوضه؟ طيب في الوقت اللي هو عدد السكان بيزيد وطلبات الغذاء بتزيد وربنا يعني بيقول يعني حاجتين عشان تستقر، يبقى ايه؟ امنهم من جوع. ها ايوه، يطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وامنهم من خوف، مش كده؟ طبعا. فعلشان يبقى في استقرار في الوطن لابد ان يبقى في امن غذائي الاول للناس وتأمينهم، وعشان كده الدولة المصرية قوية بإيه؟ إنها بتعمل مشروعات للأمن الغذائي، وبتعمل مشروعات لإن الدولة تبقى قوية تواجه أي مخاطر. التحديات الموجودة عشان تبقى توسع في الزراعة بقى عند المية، مشكلة نقص المية محدودية، عشان كده التكاليف عالية، يعني بجيب بدائل من المية والصرف الزراعي اللي كان بيهدر لا بتم اعيد تدويره. طبعا عشان اعمل اعاده تدوير ومحطات معالجه ومحطات رفع وقنوات ري بالمئات الكيلو مترات والكلام ده كله احتاج تكلفه عاليه، اللي هم 190 مليار ده في الدلتا الجديده بس، ده غير محطه بحر البقر اللي هي 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. صحيح. ده غير محطه المحسمه، ده في بند الري. مجال الاستصلاح كمان يعني اضيف كمان على الرئيس قالوا يعني استصلاح الفدان من ناحيه زراعيه عشان اعمل تسويات بقى واعمل بوتات وشبكات ري والكلام ده كله، الفدان بيكلف له 250 300000 جنيه، 300000 جنيه الفدان يعني الواحد اضافه. ده غير بقى يعني تكلفه الطاقه،
غير تكلفة. بس في السبيل ده أنا بعمل استقرار. ما هو الجمهورية الجديدة هتتبني إزاي إلا إذا كان في مشروعات عملاقة زي دي. إحنا مستهدف الرأس ألف خطته في 2014 استصلاح 4 مليون فدان. الكلام ده حقيقي والكلام ده صدق، يعني مش مجرد كلام ومش مجرد إشاعات. إحنا وزارة الزراعة يعني من 5 6 سنين ما بتنامش، تمام؟ لا الوزير ولا اللي مع الوزير ولا فريق العمل، علشان تقول عندي 4 مليون فدان. بندرس بنعمل دراسات على 8 و10 مليون فدان، دراسات عشان اطلع ايه احسن حته ارض، احسن حته ارض يعني ايه صالحه للزراعه. ناس بتطلع بقى من المراكز البحثيه، مركز بحوث الصحراء، هيئة التنمية الزراعية، مركز بحوث زراعية، معهد الأراضي، الجامعات، كل الجامعات بيشاركوا معانا في إجراء الدراسات والبحوث. يعني كان في وجوب لأنه هذه الأبحاث كلها تتعمل علشان نقدر نستصلح هذا الكم من الأراضي، علشان أقدر أأمن كمان الزيادة المستمرة في أعداد السكان وبالتالي بالزبط. متطلبات السكان في يعني جمهورية مصر العربية. بالظبط، احنا عشان كمان يعني نصيب الارض من نصيب الفرد من الارض الزراعيه كام؟ رطين على مستوى الجمهوريه يعني. ازاي بقى نزود ده؟ لازم نتوسع، لازم نستغل اي ارض صالحه للزراعه ونستغل كل نقطه ميه نقدر نوفرها. صحيح صحيح. علشان كده يعني الرئيس اتكلم على يعني انا بعظم وحده الميه او متر مكعب من الميه ده، ازاي اطلع منه اعلى انتاجيه، اعلى انتاجيه ممكنه. صحيح طبعا، دي الرشاده هنا يعني في استخدام الميه. انا بشكر. صحيح، يعني في استصلاح بقى الاراضي، في كذا في كذا، لكن في جانب اخر وزاره الزراعه شغال عليه ليل ونهار، اللي هو بنطلع اصناف جديده. ايوه، مقاومه للظروف البيئيه المعاكسه وتغيرات المناخ، ملائمه للملوحه، لان الميه دلوقتي احنا بنستخدم ميه نوعيات مختلفه عن ميه النيل، فمش كل ميه النيل يعني هتكفينا ابدا. وبالتالي انا لازم ان انا استحدث طرق في كيفيه استخدام كل مصادر المياه المتاحه لدي. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور نعيم، كل الشكر دكتور نعيم صالحي، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق.